عدد ضربتك ودع الكرة تتدحرج عبر الممرات الخضراء على ملاعب نادي الشارقة للجولف والرماية ذو التسعة حفر، والمساحات الخضراء التي تجعله مناسباً لجميع مستويات لاعبي الجولف من محترفين ومبتدئين. لقد بدأت لعبة الجولف قبل 4 سنوات وأنا أحب هذه اللعبة. نادي الشارقة للجولف لديه وقت مخصص للعب مساء، لهذا أنا سعيد جدا، لدي وقت وفير للمساء ودائما في المساء أأتي هنا. أما ما يميز نادي الشارقة للجولف والرماية فهو السماح لك باللعب حتى دخول فترة المساء بسبب إضاءته الكاملة للملعب، فهي مجهزة بشكل محترف للتمتع بمرافق النادي في الفترة المسائية، فقد تم تجهيز النادي من قبل مهندسين محترفين لتتمتع بكامل الأنشطة بشكل مريح في الأوقات المسائية. كنت أعمل هنا في نادي الشارقة للجولف ورأيت أن لديهم ميزة جدا جميلة وهي الإضاءة القوية ليلا التي تساعد على اللعب بشكل واضح. تتنوع الأنشطة في النادي مساء فتسمح لك بقضاء وقت ممتع فيه بدءا من مهارة تعلم لعب الجولف إلى الاحتراف، لذا إن كنت تفكر بزيارة هذا النادي الترفيهي في الأوقات القادمة فننصحك بزيارته مساءً.